طيب بركاته أخوكم ياسر الخولي، متعامل إمام وخطيب ومنسق لمشاريع الأنشطة الشبابية بأمريكا في عدد من المراكز الإسلامية على مدار 7 سنوات الماضية، ومنذ شهر سبتمبر الماضي 2013 أنا أعمل هنا كالمدير الإقليمي لجمعية هيلين هاندي والسيف والريفن ديفلوبمنت أو جمعية يد العون للإغاثة والتنمية. فقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى في هذا المجمع بهذا المجمع المبارك أمامكم، والذي أمكننا بفضل الله سبحانه وتعالى من تحقيق الكثير من البرامج والبرامج التنموية والإغاثية في الأردن الحبيب، كما أن لنا مشاريع أخرى في أرض لبنان، ونستهدف أيضا مدنا أخرى أو بلدانا أخرى غير لبنان والأردن إن شاء الله على المدى القريب كذلك. ومن المشاريع التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بتحقيقها هنا مشاريع كفالة الأيتام، وقد أنجزنا فيه الكثير الحمد لله رب العالمين، وكذلك مشاريع الحاويات، وتأتينا حاويات من أمريكا بفضل جهودكم أنتم جميعا، ويتم توزيعها يعني الحمد لله، وزعنا الكثير من الملابس، وكما ترون المخطط تأتي هنا الأسر، ولكن نوزع في أماكن أخرى كذلك على مستوى الأردن بشكل عام، وكذلك في لبنان بشكل عام، حيث أتينا من توزيع إحدى الحاويات أيضا في أرض لبنان. ومن المشاريع أيضا التي نقوم بها كذلك المشاريع الموسمية كما تعلمونها جميعا، كرمضان سلة رمضان